السلام عليكم، راكم هانية اقتصادية. جبت لكم اليوم بطاطا باللحم، اللحم الغلمي تاع العيد. هكذا نديرو بيه كل خطرة. واش نديرو؟ هاد الخطرة راني حندير انا جواز تاع بطاطا باللحم، قلت نقسمو معاكم ونوري لكم الوصفة ديالي. في هاد البطاطا باللحم واش عندي؟ عندي شي لحم تاع الغلمي لوطخوكوت هاوليك، عندي حميصة هاي طيبتها هاي واجدة مغلية، عندي الشفيف الكحل، عندي الثوم، عندي الملح، عندي شوية كمون، عندي شوية عكري، عندي شوية فلفل دريس الحار، طوماطيش، والبطاطا هايليك هاني قطعتها شول براج، وعندي زيت. هاي ديك الوصفة تاعي. دوك هذا نديرو فوق النار ونور لكم. هاني جبت اللحم باش نديرو في النار. هاي الطنجرة تاعي نزلتها تسخن شوية، نديرلها مغرفة زيت هكذايا. ما نديرش باسكو اللحم راه سمين فيه الشحمه، الوغ ما نديروش بزاف زيت، غير قلت باش نحمروا هذاك اللحم ديالنا هكذايا. ونبداو نديروا اللحم داخل المغنيطه هايديك. نديروا اللحم ديالنا ونخلوه يتحمر مليح داخل هذيك الشيه تاع الزيت، نخليو حتى يتلاق مليح هذاك الميزان ديالو كاع ويتحمر لنا باش نبداو ندوزلوه. هاديك نخلوه يتحمر هكذايا. جي با ديون فرونسي، اون فيغ راغو دو بوم دو تير، اون لا فيون دو موتون، اون لي زوطخ كوت، اون تخوا اوتخ كوت، اون لي بواسي que j'ai déjà cuit. On a le poivre noir, on a l'ail, un peu de sel, cumin, poivron rouge et la tomate, et la pomme de terre que j'ai coupée en petits, comme les frites mais un peu plus grand. Voilà. On va frire la viande qu'on a avec une cuillère. On va frire la viande avec une cuillère de riz. On va laisser la viande tremper dans la friture, comme ça elle va dégager la graisse. Allez, on va mettre le pain à l'étranger. On va le faire. هاوك اللحم تاعنا بعد ما تحمر، شوفو كيفاش اللحم خلوه يطلق كاع هذاك الميدان ديالو. دوكا نبدا نديرلو، ما درتلو والو غير الزيت. دوكا نبدا نديرلو لي زيتيس، نبداو نديرو كاع لي زيتيس لي عندنا. هاديك نديرو شوية عكري، نديرو شوية تاع كمون، شوية تاع فلفل الكحل، شوية تاع الحار، اللي يحب الحار يكتر. عندنا شوية تاع الملح، وعندنا الثوم. هاي الثوم تاعنا، وراني دايرة الماء يسخن باش نمرق. هكذايا دوكا نبدا نمرق في الحبرة تاعي. هكذا نمرق. هكذا اللحم ديالي راهو دخلو طياب، دوكا ما يطولش باسكو راني حمرتو، خليتو يتحمر مليح باش ندرتلو لي زيبيس. دوك هكا كي دخلو طياب، دوك غير يبدا يغلي نشوفوه بلي صاي راهو مليح صافي طرا، نبداو نديرو لو طوماطيش ونرمو هذيك البطاطا ونخلوه يكمل. هاوليك شوفوا كيفاش يجي محمر، نقصلو هذاك اليدام هايليك، نخلوه يطيب اللحم يدخلو طياب. كي نشوفو اللحم دخلو طياب نرمو البطاطا تاعنا، نرمو البطاطا تاعنا ونديرو الطوماطيش. الحميصة تاعنا راهي طايبة، ما نديروهاش حتى نشوفو البطاطا دخلها طياب وبدات طيب باش نرمو الغلية الأخرانية، نرمو الحميصة هايليك. دوكا تيك نخليه يطيب ومن بعد نوريهولكم في طبق التقديم. هاوليك الطبق تاعنا تاع الراغو تاع البطاطا اللي درناه مع بعض. كيما قلت لكم كي درنا اللحم طاب، رمينا رمينا البطاطا، ومن بعد درنا الطوماطيش،
والحميصه حتى مع الاخر باسكو الحميصه ديالي كانت طايبه. ها وليك راه قلت انا كيفاش جا اللحم كيفاش طاب، طاب زبده اللحم ديالنا كما قلت لكم، خلوه حتى يتحمر مليح يدخلوا طياب باش ترميه، باش تزيدي له تمرقيه بالماء، بالماء دافي، لازم يكون ماء دافي. الماكله تاعكم كاع لازم تكون ماء دافي. ديروا شي يكون هكذا شي حريه، ورانا اللي شبعت بحبه في المرقد. ها وليك الطبق تاعنا كيفاش جا، جا ما شاء الله. ها وليك الطبق تاعنا لازم تكون، لازم تخلوها طيب مليح. على بالكم البطاطا تاع دوكا ماشي كيما البطاطا تاع زمان، البطاطا تاع دوكا لازم وكما طيبش مليح تتقرسل، لازم تخليها طيب بالطبع باش ما تجيكش مقرسله، باش تجيك بنينه في الطياب تاعها. كيما دوكا كيما قلت لكم زيدي تجوزي معاها، انا درت شي شليطه تاع الحر، تجوزي معاها شي شليطه تاع الحر. هاني من اليوم كون ندير لكم شي خبز، هاني ما درتش، هاني تجوزتها مع خبز نورمال. الخطره الجايه ان شاء الله تجوزيها مع كسره ولا مطلوع ولا هادو ماشي لي كوكا اللي درتهم. ومن بعد ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله نوري لكم كيفاش ديروا لاباط فايتيك، ديروا الكوكا كما قلنا، تجوزوها مع غازوز، تجوزوها مع. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. هذه هي الوصفه تاع هنيه اقتصاديه، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. ونقول لكم ديرونا اشتراك، ديرونا لايكات مع هنيه اقتصاديه، والسلام عليكم.